السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عندنا اي لوحة على سيرفس 3D وعايزين ننقلها على ريفيت، بس عايزين نتأكد انها تنقل في المسار المظبوط والزاوية المظبوطة كل حاجة، فدي اداة مجانية اسمها مودل بوينت، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. بسيطة جدا، بتحدد المكان اللي انت عايزه بحيث ان لما تنقل الابعاد مظبوطة وبيسيف الابعاد اللي انت عايزه. اهوت الفيديو. كل عليك ان انت في سيرفس 3D بتشغل الاداة وبتحدد اليونت اللي انت تشغل بيها، وعندنا بوينت 1 بوينت 2 وبتحددهم بالشكل ده، البوينت كوردينيت، ويتسيف الملف اللي انت عايزه. دي النقطة التانية، وبعد كده تفتح الملف هتلاقي الكوردينيتس موجود هنا.